عرض جديد من عروض مايو الكبرى اللي احنا بنقدمها لكم، وبنقدم افضل منتجات مبيعا على سيتروس عالم التسوق، واللي حققت نجاحات خياليه وكمان مبيعات كتيره جدا. والنهارده بنقدم السرير الهوائي اللي حقق نجاحات كبيره جدا، وهو يون اير بيد من الماركه البريطانيه، وهو المقاس بتاعه كينج سايز. في نفس الوقت كمان سرير هوائي مريح جدا جدا وامن، واكيد بيشيل وقت الازمات طبعا لما بيكون عندنا ضيوف جايين من السفر. السعر اللي احنا بنقدمه النهارده جدا رائع، لان عروض مايو الكبرى بنقدم لكم عروض مميزه جدا لكن باسعار جدا مخصمه او مخفضه. فعلشان كده احنا النهارده بنقدم لكم سعر اكتر من رائع. يون اير بيد سعره مش 699 ريال سعودي ولا 449 ريال سعودي، لكن السعر فقط 419 ريال سعودي ضمن عروض مايو الكبرى. استغلوا الفرصه دلوقتي حالا، لانه عرض متوفر بكميات محدوده والفتره محدوده، واكيد الفرصه مش هتتكرر مره ثانيه. عروض مايو الكبرى قد ايه عروض مميزه جدا، استغلوها دلوقتي حالا، ويلا نشوف مميزات يون اير بيد ونرجع لكم تاني. في نقطه كمان جدا مهمه، يعني هلا لما بيجينا ضيوف على البيت سماح، اول شيء بنعمله بنقول لهم انتوا الكم صدر البيت، صح؟ صح. فهم بيناموا يوجوالي، حتى اختي لما بتيجي عندي صح. هي بتنام في غرفتي وانا بنام على الكنبايه او على الارض. صح. هلا صار عندي يكون في البيت اكسترا بيت. صح. للضيوف هي اكسترا بيت لحتى نقدر ان احنا نرتاح عليها ونبطل بقى ننام على الكنبايه. وهلا رح فرجيك الفرق ما بينا وما بين المنتجات التقليديه اللي بتشوفوها بالاسواق. اول شيء هيدا السرير اللي بيمتلأ بالهواء، هو الوحيد بالسوق اللي جاي بارتفاع 45 سنتي، معنى هيك انه هو بيجي على مستوى الركبة. فانا اذا اجيت قعدت شوفوا مستوى، شايفين؟ ايه ما بوطي هيك لتحت، يلا يسمح. ايه انا حورجيهم الموجود بالاسواق واللي هو كمان بيعتبر احسن كواليتي موجوده بالسوق. شوفي الفرق، الارتفاع اللي بيوجع الظهر. انا تقريبا تخيلي لو حد عنده مشكله بالركبه، مشكله بالظهر، ديسك، واغلبيتهم اللي بيجوا بيكونوا اهالينا او امك او ابوك كبار بالعمر. صحيح. اللي بيشكل لهم وجع ظهر. صحيح. واللي ما عنده مشاكل بتخلق المشاكل اذا كان هذا هو التخت الزياده الموجود عنده. وشغله كمان فينا نستخدمه بالخيام بالمزارع. صح. انه عن جد كتير كتير عملي. هلا ننتقل لشغلة تانية. اوكي، شغلة من الشغلات اللي هي كتير تميز البرودكت نحن مقدمينه لكم اليوم هو الغطاء تبع الظهر او الظهر تبع السرير هيدا. واو. اول شيء مثل ما شايفين هو جدا مريح، فحتى لما بنحط نحن ظهرنا بنحس بالراحة. اكزاكتلي. بنحس بالراحة، يعني معناها ركزوا معي، بتحطوا مخدة هون ما بتوقع المخدة لورا. اوكي. مزبوط. ما بتوقع المخدة لأي مكان، بتفضل ثابتة بمحلها. سامح، هون شو طيب. عندك؟ هون عندي مثل أي تخت تاني عادي موجود، غير إنه هو جدا واطي، ما إله شيء، يعني شو ما حطيته مخدة أو أي شيء، حتى يعني أغراضكم بتوقع، فأنتم ما حتحسوا بالراحة، أوريدي هو ما في عنده شغلات كثير مهمة حنشرح عليها بعدين، غير إنه بنضغط بياخذ حجمك بيوصلك للأرض تقريبا. إجزاء. ما بتحسي حالك عن جد بتخت. أنا حاسة حالي عم عذبك لأن حطاكي مع هيدا البرودكت. بعرف، بس والله المنتج عنا بيستاهل، لأنه أنا وأنت أعجبنا فيه بطريقة طبيعية. صح. والسر بقى هون يكمن السر، ركزوا معي كثير منيح، السر اللي خلاني انا وسماح نفكر جديا ان احنا نشتري يون اير هو فكره الديفليتنج والانفليتنج، يعني صح. الجهاز بتقدري تنفخيه بالهواء من دون اي اكسترا اكسسوري فقط في 5 دقائق، وفيك تفرغي الهواء منه بكبسه زر، يعني لا بقى تنطي وتحاولي تعملي تنفخي وتشيلي هيك مثل الطرق التقليديه. يس. الموجوده انت عندك هي. عندي الطرق التقليديه اللي لازم انفخ فيها هي الفرشه، هي بهيدي الطريقه اللي طبعا معقده، حتى ما فيك انت تعمليها، لازم يكون في عندك رجل بالعيله يعني يساعدك. حتى شوفوا كيف انا على بثيابي، كثير صعب، يعني عمليته ما انا سهله، كثير صعبه، على عكس المنتج اللي عندنا الرائع. عن جد المنتج اللي عندنا الرائع اللي بثواني قليله بتقدري تحطيها طبعا بالكهرباء ومنتسخ. صحيح. خلال 5 دقائق. وفي شغلتين كمان يعني موجوده بهيدي، يعني هيدا الجهاز اللي مقدمينه لكم او هيدا السرير اللي بيمتلئ بالهواء، تقنيات جدا متطوره. اول شيء في عندنا شامبرز جوا، في عندنا شامبرز، هيدي الشامبرز بتخليكي وقت ما تنامي بياخذ شيب الجسم، ما بيقلب معك السرير، هذاك السرير لو نمتي على طرفه اوو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 و
شوفي استني انا بايد واحده يلا 1 2 3 واو يعني على قد ما انه موجود هو وعلى قد ما انه
خفيف يعني على قد ما في تقنيات جوا لكن هو سوبر خفيف. اوكي واو. هون السحر، هون بقى السحر. تتذكروا قلنا انه انفليتنج ديفليتنج يعني بتقدروا تنفخوا بالهواء وتفرغوا الهواء فقط في خلال 5 دقائق. هيدا كله بفضل التقنيات المتطوره، وهيدا كله موجود بهيدا الجهاز. اذا انا هون محطوط على الاوف، اذا انا بدي اعبيه بالهواء بحطه على الانفليت، اذا انا بدي افرغ منه الهواء بحطه على الديفليت. وعندنا هيدا الجزء فيه بكل بساطه اوكي اطلع منه وايرات الكهرباء واوصله بالكهرباء. فينا نشوفه؟ تساعديني يلا، لانه من ناحيتك اكثر. اوكي حورجيهم كيف بكل سهوله. That's it. تقدروا تحطوه هون واير كهرباء، تحطوه بالكهرباء وخلال 5 دقائق بيكون انتلى بالهواء وصار مثل ما انتم بتحبوا. وبوقت بدكم تفرغوا منه الهواء بس بتفتحوا هذا المكان المخصص هون. بياخذ عنا حيز يعني اذا فضينا الهواء بياخذ عنا حيز؟ لا حورجيكي كيف، بس لما تفضيه من الهواء بكل سهوله بنقدر نحطه بهي الباج الموجوده هون بكل سهوله. بس لما نفضيه من الهواء بنحطه بهيدي الباكس، وما بتخزنوه باي مكان انتم بتحبوه بالبيت بكل سهوله. وهذا اللي بيعطينا جماليه هذا المنتج مثل ما عم نشوف. عم نشوف سوا هلا على الشاشه كمان كثير من الميزات، قد ايه بيتحمل وزن كثير كبير اللي عم نشوف هون. وتخيلي قديش الوزن اللي عنا وبيقدر يستحمل، مثل ما عم نشوف هون حاطين اوزان كثير كبيره، ورغم هيدا الشيء عم نشوفه قديش موجود طبعا بيتحمل. يعني ما تاكلوها بشو ما كان وزنكم فبيتحملوا، لانه بفضل الأربعين داعمه الموجوده ما بتخليه ينفس، ما بتخليه يصير مكان مضغوط اكثر من مكان. اختبروه ب 330 الف ضربه شديده وضل محافظ على طبعا الوزن. واو ميسا شو عم تعملي؟ انا بعرف بلعب كيك بوكسينج، بس كيك بوكسينج على طبعا نيون اير انا ما بعرف حكي. لا شوفي ها مش مزحه، وبعدين انا مش خفيفه يعني ولا نحيفه ولا بضحك عليكم. حبيت حبيت عن جد قد ايه بيتحمل وزن كثير كثير كبير. ما شاء الله ميسا، ما شاء الله. شو قصدك ما شاء الله؟ قد ايه نطيتي عليه يعني، قد ايه نطينا. تخيلوا اطفالكم عم ينطوا ويلعبوا ويتحمل. لا وتخيلوا مثلا 3-4 من الاطفال عم يلعبوا عليه كمان ما بيصير له ابدا اي شيء. اي شخص وزنه كثير كبير ما بيصير اي شيء. عم نشوف سوا هلا على الشاشه مع بعضنا كيفيه سهوله وعمليه بطريقه تعبئته بالهواء وحتى تفريغه من الهواء. عم نشوف هون بمجرد ما تحطوا الكيبل بالكهرباء مثل ما عم بتشوفوا هون، بتختاروا الكيبل وبتحطوه بالمكان المخصص له وبتشغلوه يعني بتشوفوا بتعايروا الوقت. ما بياخذ اكثر من 5 دقائق. اختبار سرعه، ما تعذبوا حالكم تمسكوا الاشياء المانيوال وتقعدوا تنفخوا وتوجعوا ايديكم. خلال 5 دقائق بتلاقوا طبعا التخت بلش ينتفخ بكل سهوله. وما بننسى كمان الهيد بورد له اللي كثير عمليه اللي ما بتخليه يختلف ابدا عن اي تخت عادي. صحيح. موجود عندنا. شو رايك بهالسرعه؟ انا الصراحه كثير حبيته. اول شيء لانه شكله سرير، يعني بالعاده لما بتشتري هيك نوع من السراير ما بيكون شكله سرير، بيكون شكله مرتبه. لكن هون تفريغه من الهواء كمان ليس ما بياخذ اقل من 5 دقائق، اكثر من 5 دقائق. Exactly. عفوا. عروض مايو الكبرى عروض مميزة جدا، وزي ما شفنا يون ايربيد قد ايه بينفعنا وقت الازمات لما بيكون عندنا ضيوف او حتى قرايبنا جايين من السفر. يون ايربيد بسعر جدا رائع بنقدمه لكم النهارده ضمن عروض مايو الكبرى، مش 699 ريال سعودي ولا 449 ريال سعودي، السعر فقط 419 ريال سعودي. استغلوا الفرصة دلوقتي حالا انه عرضنا متوفر بكميات محدودة وفترة محدودة ضمن عروض مايو الكبرى. كل اللي هتعملوه حالا تاخذوا التليفون تتصلوا تحصلوا على يون ايربيد.